السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة جوري روس. بما أن الشتاء صار على الأبواب، بما أنه نحن لازمتنا شوية أدوات كهربائية، فقلت لأمي خلينا ننزل نتمشى ونشوف المحلات، نشوف المحلات الكهربائيات والأثاث، يعني السجاد وزي كده. فرحنا تمشينا وصورت لكم بعض الأشياء عشان تاخذون فكرة عن الأسعار، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. اشتري ومشتري، عرفتي كيف؟ فشوفوا الملمس، انتم من الملمس يبين معكم وزن المتر الواحد. يعني مثل هاي ثقيلة؟ هاي ثقيلة. هاي بقديش المتر؟ هاي بنبلش بسعر المتر تبع 125,000. شقد المتر؟ 125,000. طيب أعطينا سعر ال 12 هيك على طول. ال 12 فورا، أول شيء بنبلش من هني. تمام؟ دول. هلا مشان الحلال والحرام، بالنسبة لهي ما بتجي 12 متر تماما، بتجي 11 متر، تمام؟ أصغر من ال 12 بمتر يعني. أيوه. 125 25، بتطلع 1,375,000، واعتبروها بحكم إنه أول مرة بتجوا لعنا 1,350,000. دولار. إيه من هون هيك لهون لهون لعند البناني. لجوا بصير أقل متر، بصير المتر 225 لل 240. بس طبعا هاي الملمس طبعا يضاهي الصيدة يعني، ففي منه صيدة جوا. وعندي موكيت جاهز قص، طبعا هذا بيجي 12 نظامي 4x3 هيك. عندك هون هذا موكيت قص نوعيته ثقيلة يعني. هذا شغلة ارفع شوفها ان شاء الله، هذا المتر تبعه 225 وبتصير منه 12. هلا شو بيفرق هذا عن السجاد؟ هذا بده من تحت حاجة؟ لا لا ما بده شيء، هلا هذا بيفرق نوعية الخيط ووزن المتر الواحد، عرفتي كيف؟ يعني نوعية يعني في اختلاف بنوعية الخيطان، بس هو نوعا ما نوعية واحدة. وهذا بينطوي بسرعة ما؟ بينطوي بسرعة هيك يعني قصدك مثلا؟ ايه يعني هلا إذا برمناه بأنه ما بيوقف مثل هيك صح؟ ايه بيبرم معك يعني، عرفتي كيف؟ شوفي الملمس الفرق، هي 125 هي 225، بس في فرق بالسماكة والوزن يعني والأوفر. وهذا يا ابني هذا الشاكي، هذا 240,000 المتر، بس ما في غير هاي القطعة. ايوه هاي مشان ممر تماما ممرات، وعندي ارخص منه يعني ونوعيته جيدة، بس انه هذا التوب عندي. هذا احسن شيء تخين. هي ما بدها شيء نام عليها الواحد بدون فرشات وبدون اي. والله بشتل برد. وهذا مبيع؟ هلا هذا مستعمل، احنا جددنا له وجاه بس، وعندي هنيك وجاه بس فنج يعني كمان مثل هذا ايه تماما مثل هدول، انا بركب وجاه جديد. هاي كم اسفنجة موجودة؟ هلا هاي جايين طراحتين ومسندين بس؟ بس كل وجه تقريبا مكلف شي 100 لل 120. لا اذا بدنا اياهم هدول كلياتهم في معهم مساند؟ هدول لعالم. جايين بس يعني تركيب وجاه. فكرت انه للبيع. طيب والسجاد اللي عند المدخل؟ السجاد اللي عند المدخل الموكيت، عفوا موكيت صح؟ هلا عندي ايه هون 90,000. تمام 90 هون 90، وعندي كمان هون 90,000 هيك 90,000 متر. هذا عرضه 4 امتار يعني 4x3 بتصير 12 متر. طيب شو اكثر شيء بينطلب؟ هاي النوعيات يعني هو اليوم اللي موجود بالسوق هذا، كيف هون وهون وهون. اخوتنا جماعة دير الزور عم ياخذوا من هون ويركبوا تحته عادي، تمام يثبتوا الزوايا وبيطلع نظامي ما بده جاهز. شو ممكن نحط تحته؟ عازل اسفنجة يعني؟ ما بصير، بيجي نفس نوعية الاسفنج بيتفصل تحته بيتثبت الموكيت بيطلع معك نظامي. بتحطوا غرا؟ لا هلا ما بنفضل الغرا لانه لما بتشيليها بتقبع بتشلخ شلخ يعني، هذا النظام بالسعودية، بس هون بالشام حرام يعني بنحط براءة، عرفتي كيف؟ طيب انا ان شاء الله عرفنا ايش قد الكل غرفته من هاد يعني. هاي ال 12 قديش بصير حقها؟ من هاي؟ ايه هلا هي بتجي 12 نظامي لانه عرضها 4 وطولها 3. ايه هلا هي 1,080,000.
تمام؟ كمان نفس الترتيب اعتبروها 1,050,000 يعني بحكم اول مره تيجي لعنا بلسه. هذا ارخص نوع موجود. هلا هو ما بدنا نقول ارخص نوع عشان ما نكون عم نظلمه، بس هو اللهم صل على النبي يعني الوسطي، هذا الوسطي للجيد جدا، عرفت كيف؟ طيب ارخص نوع المتر بقد ايه؟ خليك معي ثانيه، هو ارخص نوع هذا 90. اوكي. طيب. الو. هذا النوع ماشي حاله. اول رمادي. خلاص. هاي الحافات 275,000، وجهين مخدة والحاف وشرشف. هذا مشرف. شرشف. 150,000. الآن إحنا من جرمانة قلنا 50. أيوة. ب50 كم متر هاي؟ كم متر بيجي الشرشف؟ 180 مترين. هذا 200. لا قال 150. هذا قال ب60. يعني ممكن هذا يصير مثل الغطاء وهذا الشرشف للتخت او للسفنجة. هذا الفم مش قد المتر 5 هذا ثقيل شوي. قديش المتر من هاد؟ 55. ادري 3 أمتار. 4 سنج. خلاص. هاي السجاد دش قلت لي المتر؟ 900 كلها كاملة. 12 متر ب 900. متر شقد؟ هاي الألوان أنا شيء. الخيطون صور. احنا قلنا لهم انه 12 متر يعني 4 × 3. هذا ما اعرف لسه ما سألته. في فوق بطانيات. مو بطانيات. ايه يعني الحاف. الحاف. يسوون تنجيد. وهدول نفس السعر؟ هدول 49. اه. ايش قد المتر؟ كلها كانوا 500. يعني عندكم كل السجاد المتر الواحد نفس السعر؟ لا مشكل. هلا هذا السجاد هو بين باب السجاده مو بالمتر. السجاده كان بالقطع يعني. ايه ايوه. والله ما عندي. ما عندي. خلاص. زرقاء مرة جاية قديش الفرن الأنوار؟ هذا 3,000,000. فراشة ونص. خلاص نمشي. كم آلة؟ بيع الكهرباء؟ 4 أيام. لا كله غاز ما في. يلا. يلا. هاي براد الحافظ هوا 15 قدم 8,600,000. اصبر شوي.
ما شاء الله مبين من الخام. ليزرية وهذا الدريم هاوس. الدريم هاوس هاي عرضها حقه 6500 بعد لا حقه 5500 5,500,000. وعلى كمان انفلتر. هذا السعر شامل التوصيل؟ طبعا شامل. جرمان ما؟ كشكول. هذا الحافظ وهذا؟ هذا 21 مليون. كم قدم؟ هذا 21 قدم. عفوا 23. 23 قدم. هلا شو رأيك بماركة فاميلي لايف؟ فاميلي لايف حقه مليون 800. منيحة؟ لا. بجمد ولا ما بجمد؟ لا بجمد ولا خرج. بس أنا بعرف كده بيطلع ريح. يعني بيطلع ريح تبرع. هو أكل بلبه. أنا ما بنزل منه ولا بنزل منه. لا بشتغل فيه. نزلت منه مرة واحدة وحرمت. إنه كله أعطال. يعني اليوم هي قطعة الغالية رخيصة. أنت اليوم تأخذي مثلاً قطعة العربية بالنص هذا. دريم هاوس الصيانة تكون عندك نفس اليوم في كرت ضمانة وفي شركة وفي عائلية. هذا عم تحكي عنه لا شركة ولا غيره. بعدين بتحطيه شهر ببيت بصير مستعمل منظره كله بيتغير. حقه مليون 800 يعني سعر 100 دولار للدريم هاوس. هلا الحافظ احسن من دريم هاوس؟ لا دريم هاوس احسن. انا عندي بالبيت العربي دريم هاوس. هو دريم هاوس شركة عربي. انا عندي بالبيت والله العربي صار له هاي السنة السادسة ما شاء الله. وتبريده مثل الذهب وبضل الاولاد تفتح وتسكر يعني بيحصل تبريد. حافظ اسم اوكي اما كجودة الدريم هاوس نفس الحافظ. يعني تفتحي هذا وتفتحي هذا وشوفي بريستل الدريم هاوس شوفي بريستل الحافظ ببين معك. فشوفي هلا انت هذا بريستو مقطايه مو مبينه. ايه. طلع على هذا لكي بريستو في ظاهره. ايوه انه هذا ذاك احسن طبعا كبلاستيك من جوا. الدريم هاوس احسن من الحافظ بس الحافظ اسم اوكي. طيب والغسالة هاي الصغيرة؟ هلا هاي عليها عرضي 10 كيلو كان حقها بالعرض 3,200,000 بعد العرض 1,800,000. شو ماركتها؟ هاي سنر شركة الربيع. انفلتر طبعا. انفلتر يعني بتشتغل على الطاقة الشمسية؟ انفلتر بطارية بتشغلها طاقة شمسية بتشغلها كهرباء بتشغلها. هلا الثلاجة بتشتغل على البطارية؟ بطارية هاي العادية؟ مو على البطارية شغلها مواصلة. عندك انفلتر؟ ايه منو واحد بيشتري يعني بس انه بيشتغل على بطارية. بطاريتك 200؟ انا ما عندي لسه يعني. مثلا جبت له بطارية 100 امبير. ايه. وانفلتر 1000 واط بيشغل طبعا. ايوه كم ساعة؟ بيشغل وبيسحب كل ساعة امبير. أيه. يعني تشغلي مثلا هي قطعة كهرباء قديش 3 4 ساعات مثلا. أيه. شو بيصرف 4 امبير يعني مصروف مروحة كهرباء على الحل. ما بيصرف هو 100 انفلتر هي ميزة فيه. ايوه. ترى من 500,000. 500,000 طالع. هلا عم بينصحوا انه بالشتوية الواحد يشتري مروحة صح؟ انه بترخص الاسعار. ما ضل على اساس. ما ضل. اليوم صار اليوم صار الاسعار. صيف شتاء فريق. الليزرية هنا حاطيها 150,000. هاي شاملة؟ لا ليزر. شاملة حقه 700,000. وهاي بس على سيرستين؟ بس ما شاء الله مبينة يعني البضاعة حلوة. الله يبارك لكم ان شاء الله. طيب اصغر غسالة عندك شو هاي؟ لا مفقد اصغر. اليوم هاي عرض. اليوم احنا عم نلحق مصلحتنا العربية. يعني اليوم الشبكة اصغر قياس 7 كيلو حقها 1,350,000. اصغر من هاي واغلى من هاي. بينما هاي 10 كيلو كفالة وشركة قطعة ثقيلة يعني حقها 1,800,000. 1,800,000 طبعا. عفوا العرض هلا في شيء مثلا صلح لا حاجه؟ لا لا عرض من الشركه. يعني مثلا هاي احنا اخذنا العرض كيف انه اخذنا 50 قطعه بيعطوك عرض عليهم. ايوه تمام انه بيزنوا من سعره. بس العرض بس يخلص بيرجع سعره مثل ما كان. ايوه فالحز شقد اخر كلام؟ 1,800,000 حق اليوم 3,400,000 يعني بس خلص العرض تبع حق 3,400,000. انا عندي قطعه معروض قطعتين معروضين وقطعتين مختومين 4 قطع. هلا هاي احسن من الحافظ كمان؟ مليون مره. لك الحافظ وراك حق 4,500,000 بس لأنه الحافظ. هلا مثل هاي الرامكو اللي موجودة بال هاي شو اسمه؟ ليزر. ليزر طيب. ليزر أحسن من الشاشات. والشاشات؟ الشاشات أسعارها لبكرة. لبكرة؟ لأنه هلا ما في أسعار. ما في نشهة يعني. والفرن هذا الهاي لايف؟ 1,500,000. في جواته الشواية؟
اللي السلك هيك اللي بدور. ما شاء الله يعطيك العافية. يعطيك العافية. قديش الدروج؟ هاي الأربع دروج 250 وعندي هيك 200. هذا ب 250 وهذا الكبير؟ هذا 3.25 من هاي 250. هاي ب 250؟ هاي ب 250. قول 300 وربع. ومنشر الغسيل 175. وهذا هذا 375. 30,000 ثلاث دروج و 37 أربعة دروج. دول الصار. ولا هذا الأسود الأربعة دول كلك أربعة في 2 5 250. عم تفرج في عندك مثل هيك لون ابيض ساده؟ شنو 12 سله؟ سله بلاستيك ب 12. وهذا تبع الجلد. هذا تبع الجيب قديش؟ هذا كيد أغلى. والأسود بقديش؟ صح؟ كانت الدروب شامبو ب 2000 ليرة. إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون أعجبكم. لا تنسوا تسووا لي لايك وشير وكومنت وسبسكرايب. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.